مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة بعنوان المراقبة والمخالفات البيئية. كثيرة هي الأوراش اللي كتعرفها بلادنا، أوراش اللي غتساهم في التقدم الاقتصادي والصناعي والاجتماعي، ولكن واش كتخضع هاد الأوراش للمراقبة البيئية؟ أوراش كثيرة كتعرفها بلادنا في مجالات متعددة، اقتصادية، صناعية، اجتماعية وغيرها، والتأكد من احترام هذه المشاريع للقوانين البيئية، الوزارة حدثت لجنة للمراقبة كتوقف على مدى احترام هذه الأوراش للجانب البيئي. كتقوم الوزارة بجوج الأنواع ديال المراقبة، المراقبة المبرمجة وتهم جميع المشاريع الحاصلة على الموافقة البيئية وجميع المشاريع المنجزة في إطار البرامج التأهيل البيئي، والمراقبة المباغتة هي المراقبة اللي كتقوم بها اللجنة مكونة من الشرطة البيئية والسلطات المحلية وتهم استجابة الشكايات المواطنين والمجتمع المدني والأسئلة البرلمانية. أشنو هي نوع المخالفات اللي كيمكن تكون بالنسبة للمخالفين؟ المخالفات البيئية متنوعة حسب نوعية القوانين المرتبطة بالمجال البيئي، وفيها مخالفات المرتبطة بالغرامات الإدارية والغرامات المالية والحبسية وهما معا، ولكن مبدئيا المراقبة البيئية في الحقيقة هي سلوك وتربية من أجل احترام القوانين في إطار المسؤولية البيئية لجميع المواطنين. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.